استاذ باش يجاوبك على اول حاجه. ما عندناش هاد النقط في هاد كاينت عندنا في الرجوع ديالنا ملي كنا على راس الاداره التقنيه جمعنا 9 نقط يعني 2 ديال الانتصارات و3 تعادلات 9 نقط ماشي 6. هذه النقطة الأولى، ولكن باش تعرف بأن المقابلة كان فيها ضغط كبير على كلا الطرفين كما قلت لك. راه المقابلة هذه كان ديال 6 نقط، ولو كان عندهم النقص العددي لفريق تنميرك، ولكن هما عرفوا كيفاش يجيروا المقابلة ديالهم. ويمكن من الناحية الدفاعية بالخصوص كانوا بشكل منظم، كانوا منظمين بشكل جيد كما قلت لك. خلقوا لنا المتاعب، خلقوا لنا المنافذ كما شفنا في الأناليز دو ماتش ديال الحسن تبادير. تقريبا السيستم ديالهم بحال السيستم ديالنا، كاين واحد الشبه كاين هو على الاطراف وكاين هو على لي ترونزيسيون، لان عندهم لاعبين تسرع في الخط الامامي، وخصوصا المهاجم اللي خلق لنا متاعب كثيره لان كانوا كيلعبوا عليك بزاف، ولعب كيف كيلعب ظهرو كيستنى اللاعبين حتى باش يجيو عنده باش كيكونوا دي اكونبانيوا باش يحاولوا يخلقوا متاعب. ولكن رغم ذلك دفاعيا حنا كنا جاهزين، كان ديرو بلي ديفونسيف حتى حنا كنا كانت كيما قلتي سيطرنا على المباراة، كانوا لاعبين ابليكاو داكشي اللي بغينا، غير هو ما كانش عندنا النجاح. غادي نحاول ما امكن في الاسابيع المقبلة باش قلت انا واحد النقطة اللي قلتها في الندوة الصحفية في سابقا. راه حنا عندنا واحد كيما كيقول ما عندناش واحد التوازن فارق. دابا اليوم عندنا لاعبين اللي وصلوا تقريبا واحد 2500 دقائق، وكاين لاعبين اللي تأهلوا حتى الشوط الثاني 6 شهور ما لعبوا، كاين ما كاينش التوازن في الفريق يعني عدم التوازن. ولكن رغم ذلك حاولنا باش ندمجوا هاد اللاعبين، وحاولنا باش نوصلوا لذاك لا بيرفورمانس اللي باغيين نوصلوا بها باش نوصلوا الفريق الى الامام. والحمد لله حنا كان كنشعروا، ولكن كاين تضامن عمل كبير وكبير بزاف باش نخرجوا الفريق من هاد المساله اللي هي فيها اللي ما كنستحقوهاش بالخصوص. السلام عليكم، اهلا صالح ماتش بريس، بارك الله شيركم قبل كل شيء. غير باش سؤالي فقط غادي نقول، واش المغرب اتلتيكو تطوان دخل يعني المرتبه الاخيره او المراتب الاخيره، واش ما كتظنوش انه دخلتوا المرحله الخطا يعني خاصكم هذه المقابله؟ كيف قلتي المقابله ديال 6 بوان ديال 6 نقاط بين اليوم هزيمه، فهي كتدخلكم القوقعه وكتولوا من الفرق المهدده بالنزول للقسم الوطني. عواش مبروكه، ما وصلناش دابا ملي كتهضر على هاد الكلمه والله الا كتشائم لنا بالخصوص، حيت دابا اليوم حنا عندنا 26 نقطة، وما بالك فريق الدفاع الحسني الجديدي عنده 22 نقطة، فريق اولمبيك خليل بالي اليوم عنده 18 نقطة، اتحاد طنجة يلاه وصل نقطة 20، اش غادي نقولوا لهاد الفرق هادي؟ يعني الضغط على كل شيء. أنا بالنسبة لي ما كنبغيش نمشي نكون متشائم، باقي لنا مقابلة المقبلة في الميدان ديالنا خصنا ولا بد ننتصروا، حيت ملي كتنهزم نهزمنا بالفعل الهزائم مور بعضياتهم، ولكن خصنا المقابله المقبله كود كود خصنا باش نفوزوا باش نخرجوا من المرتبه اللي حنا فيها. المرتبه اللي حنا فيها هو 11 باقي كما هو قلنا، غير هو الفارق ديال النقاط هو اللي غايلعب دابا، ولكن الحمد لله كنظن بان حنا غادي في الخطوه الاولى الهزيمه. حنا ما كناش نستحقوا الهزيمه اليوم ضد حسن الجديد، ولو كما قلت لك كانوا منظمين دفاعيا، كانت واحد الماتشين ديفونسيف في المستوى الابليكاو بشكل جيد، قلت ما خدمناش منافذ باش كانوا منظمين بشكل جيد. ولكن ما كنظنش بان السؤال ديالك ما باغيش نطرق ليه، لان كنتشائم من هذا الكلام. عندنا 26 نقطة، عندنا في واحد المستوى اللي حنا كما كنقولوا 11، ولكن غيكون ضغط على الجميع، يعني من الرتبة 10 حتى الرتبة 16. وقلت لك راه كنت هضرنا عنه، خصنا غير واحد الانتصار واحد الفوز باش اللاعبين يتحروا من الناحيه الدينيه، حيت هاد المقابله الاخيره لو فاكتور اللي هو لي زامبورتون هو العامل الديني.
غنحاولوا باش نوجدوا لاعبين من الناحيه الدينيه باش نخرجوا من هذا القوقعه وهذا المرتبه اللي حنا فيه. وشكرا. باسمكم واحد من مدراء فريق حسن الحدودي السيد عبد الديسكي الذي نهنيه على الانتصار الثالث على التوالي. كما جرت لنا نمر الاسئله المباشره لو تكرمتم. السلام عليكم ورحمه الله. السيد عبد الهادي عيد مبارك وسعيد. برافو عليك شابو لانه السيد عبد الهادي انتهى دابا من المباراه اللي خديتي يعني جمعتي 12 نقطة حيت ما غلطت 12 نقطة سي عبد الهادي فريق خديتيه كما قلت في آخر مداخلة ديالي خديتيه في الدروب في الإنعاش. السؤال ديالي اليوم بسيط، الحسنية على التير وهي كتلعب 10 ديال اللاعبين، خصوصا كان المشكل الأكبر اللي كان عند الحسنية في المباراة السابقة هو عمق الدفاع كيدير أخطاء، هادشي كلشي كيشوفو. اليوم على الحسنية في الجهة اليمين، علاش سي عبد الهادي تأخرتي في التغييرات وعانت الحسنية من ديك الجهة جميع الهجمة جاو تما حتى الدقيقة 80 عاد باش شونجيتي؟ واش أنت ما كتشوفش بأنه التغييرات جات متأخرة؟ ومرة أخرى برافو يعني باركور رائع جدا. شكرا. تحية للكوتش بشير بروك أولا، وتحية ليك وتبارك الله عليك، وما شاء الله اليوم يعني بينتي بأنه مدرب من مستوى كبير. فقط عندي بعض الاسئله السي عبد الهادي. الخروج المبكر ديال اللاعب القيدي هل اثر على اداء الفريق في الشوط الاول؟ السؤال الثاني تهددت شويه على الجماهير لان الغياب ديال الجماهير القرويلائي في يعني في الماتش ديال الرجاء مع الحسنيه قلتي بالحرف بانه لو كان الجمهور حاضر كنا غادي نرجعوا. اليوم الجمهور حاضر وبكثافه وبتشجيع منقطع النظر من البدايه حتى الاخر، اذا بغيتك توجه واحد الرساله للجماهير. ثم مقابله اليوم، يعني مقابله اليوم رقينا بان فريق حسن التبادل بدا كيستبط القوه ديالو حيت القوه البدنيه بالخصوص، اذا الدور ديال الوعيد البدني كان له اثر كبير اليوم. وبغيت السي عبد الهادي بالمناسبه يدير لنا واحد القراءه على المقابلات اللي تجرات اليوم. اسفل الترتيب طبعا هناك بعض الفرق اللي فازت مثلا اتحاد طنجه، واش كاين شي قراءه يعني راه كاين واحد شويه ديال التشويق الان في المرات الاخيره من يعني من هذه البطوله؟ عبد الرحيم بوخراز ما تشوف. شكرا لك. يعني بخاطر في اطار المقابله. في اطار المقابله. السؤال الثالث والاخير تفضل الزميل. السلام عليكم السي عبدالهادي عواش مبروكه وكاع الزملاء. السي عبدالهادي كيف كتشوف الفريق انه كان تاهي قبل القدوم ديالك؟ الفريق طاقتك الشخصيه نقدر نقول انه فريق كان كيدخل وانه يعني كتقول انه غينهزم. شنو هو السر السي عبدالهادي السي في هذا التفوق هذا وفي هذا التغيير الجذري اللي كان؟ كنا كنشوفوا دابا واحد الروح يعني كاين عند الفريق يعني واحد الاداء اللي هو ثابت اللهم بارك. شنو هي القراءه ديالك السي عبدالهادي لهذا السؤال هذا؟ شكرا. السلام عليكم اولا، ثانيا عيد مبارك سعيد على ربنا وسباقا لكم الصحة والسلامة وكل ما كنتمناو لكم ولعائلاتكم. ما يخص المقابلة في السؤال ديال السي مدني، لو بروبليم كي ايتي جو كي كتقولو نتوما اللي كي شافو كلشي هو انه كي قلتي كان المشكل ديال حسن التبادل في عمق الدفاع. كما تقدر انك كاين اليات تكتيكيه كتجعل انك تحط شويه من ذاك المشكل اللي يمكن يكون عندك في الجانب التقني والبروبليم تكنيك كان خاصك في البوست، لانه حتى اللاعبين باش كيلعبوا شفتي انا جو ترانسفورمي لاك سونترال ممكن مون اريفي
mon arrivée, j'ai transformé deux éléments qui jouent dans le poste. Ce n'est pas leur poste de prédilection. Ici, le marquez, il fait Tskouno, il fait Kankri, la Boudaïna. Là, Chéri, ou le Suisse. Celui-ci, il est de formation au niveau défensif. Depuis Nika qui l'a fait Jean-Marge avec Chine, il a mis le Zouji, il a mis le terrain défensif. Ça, avec quelqu'un qui s'est avec le Marquez. Avec le Marquez. Kadalik Chéri. Chéri, c'est un joueur qui a joué toute sa carrière, que ce soit les phares, que ce soit la formation de l'Oxa, c'est comme arrière latéral gauche. Voilà qui, Nika qui a dit l'effectif d'Yana, j'ai écrit l'axe central vide, que ce soit Moussa Kalincha, il a un manifeste, quelqu'un comme ça, il ne saura pas dépiser le jeu sur le poste. Voilà, j'ai un ami qui est blessé, on a le chalaté qui est blessé, il m'a dit d'abord, مقابلة الأولى دخل لاطيني كان في البونطوش وجاوني مقابلة الثانية وذاك المرة وهذيك المرة دخل وعاود سي دي سي دونك جافي با دوطخ ألتيرناتيف كو دو ترافاي دو مانيير انتيليجونت باش نقوي نقوي يعني الخط الظهر ديالنا اللاعبين اللي كان في الفرق إذن دو ميرسي في العمل اللي قلنا به بالنسبة للتكتيكية بالنسبة للتكنيكو بوست لكن تقريبا كنبقوا ما غاديش حرارة على يديو منهم يسابليك دونك هاد هاد الشيء احنا الحمد لله حليناه مومونتانيمون فيما يخص سي ايجو توجور الى بارلي ديال التغييرات شوية متأخرة على الجانب الأيمن والجانب الأيمن ربما قراءتك كما كان يعني قال لك الراسي اللي صغير هو اللي كيتعلم دائما كيتعلم اي حاجه راه مرات كناخذها ونشوفها غادي جو لامي دو دون لا بالونس ديال لو جوجمون باسكو سي ريال سي باغي ولا ما تكونش حقيقه تكون فيها واحد النسبه من الحقيقه دونك كناخذها انما انا عرفت ليكيب ادفيرس كونت اون جوي لا بروميير مي تان اون اي كوبي دان كارتون روج واحد الوقت قريب يعني قريب لعبنا واحد مي تان اي كالك il y a 9 Barça. C'est 9 joueurs de champ plus le gardien de but. Avec une équipe pareille, il est plus très de qualité, ils ont beaucoup de qualité. Surtout l'offensif, ils sont très forts au milieu de terrain pour l'offensif. Ils ont des joueurs extraordinaires, c'est vrai. Ils ont des joueurs au milieu de terrain extraordinaires, ils ont des joueurs d'attaquants extraordinaires. Au cas où il y a eu des gens à fond, il y a eu Ridi, on a chéri, il est comme ça, il n'y a pas de mal. Il y a un joueur, il y a un joueur, l'alignement des 11 joueurs des flots, l'Arbidi, voilà le Hsnaoui, voilà Chusnito Goulous, le DAC. Donc des joueurs, plus les joueurs qui étaient sur l'air de jeu, donc l'équipe il n'a rien à perdre. Il y a Khaslan Wahak, ça dit le tout pour le tout. Donc il va s'aligner normalement, il va mettre dans le bain des joueurs attaquants percutants. Donc il coule à la mouche. حاولنا بالقراءة ما بين الشوطين باش نحضروا الخطورة من الخصم وباش نخدموا بذكاء وباش نخدموا تخي تاكتيك وهكاك نفصلنا الحماس للخصم وبقينا ماشيين بوقت لوقت لوقت حتى صافرة النهاية باش ناخذوا لي 3 بوان كي تي سانسيرمون اللي كي يستحقوهم نادي حسن الزكريا فريق حسن الزكريا كنبغي أيضا مرة أخرى نشد حرارة على اللاعبين من ساكن استنافوا حطوا اللي عندهم ils se sont appliqués à la lettre pratiquement donc Hani Allahou il est un mistarco c'est la team de France finalement je pense nous passer à Brahim sur un bien chronologique qui est Khalidi donc j'avais pas d'autre solution un arrière latéral out carton rouge première mi-temps vous avez coulé 0-0 Bien que c'est ça, c'est ça. Donc, je dois d'abord assurer et puis toujours voilà le handicap d'infériorité numérique. Et maintenant, ça fait la vie, le climat de l'insane.
est-ce qu'il est capable d'aller glaner les trois points, même en difficulté, même en infériorité numérique. C'est ce que j'ai tenté de faire et j'ai fait. Donc, il fallait sortir un élément où l'imam Bachiya, l'organisation tactique, c'était entre Khalidi ou la Catalande ou la Junior, Bélé. Donc j'ai opté pour Khalidi, j'ai laissé Catalande avec la puissance athlétique d'Yalo pour le jeu aérien, le jeu au sol, pour jouer au compte pivot, parce que d'ailleurs il y a une compte, par exemple, que vous voyez. Vous savez, il y a Bélé, Junior, et maintenant je suis star-loud la vivacité, la vitesse d'exécution de la vitesse d'Yalo. Il s'est donné à fond, il y a un coup de radéle. Mais qui l'a fait mon cabalet, je lui fais tout, il y a un mardi, il a radéle à la Junior, il y a un star-loud. Les Catalans des Chtarels, donc sans exception les joueurs, je tiens à les féliciter. Donc pour vous dire, le mode le moment, c'est la manière j'ai respecté les troisièmes qui sont connus dans le domaine du football. Chose faite. L'Issala, je m'arrête, donc, quand on a ça, maintenant, je m'en quand j'ai prié le Harara, je m'en rends les rois Goutra, ou c'est pas ça, il y a qu'une autre fois, le match de coupe, ou là, on a même Hazinej, et nous qui n'est les قلة على قلة واحد ولا جوج باسكو انا كنتبع بزاف كنسجل الناس اللي هما ايجابيين وكنسجل الانسان اللي سلبي واللي حقو يمكن على النادي ولا على اشخاص معينين ولكن النادي سي كيكشوف دو ساكري النادي هو القران بحال الصغير العظيم بحال القران خصو واحد القصه هذاك هو النادي حتى الا كانوا مشاكل ولا شي حاجه باشخاص ولا شي اشخاص تنقص وكان يبدا هنا شيء واحد ما يبقى دائم دوري الناس أنا وزعل الحسن يسأل لي شيء صخي أصلا قصوى donc يعني ذاك اللي كي de manière négative واحد يجت كي نتعرض واحد يعني واحد شيء حاجة اللي كرة يعني كرة طاقية donc بالنسبة لي خصو شيء يعاود الدراسة ديالو يعاود الفكر ديالو يعاود يكون ايجابيه اكثر من السلبيه ويكون هذا سيرتو اكبر المتفائلين ما كانوش من قبل هذه ست دورات بما فيهم ماتش الكوب ما كانوش يشوفوا هذا لو باركور اللي حصل لزيد ولا يجادل اثنان على انه كانوا كيقولوا على انه ليكيب حسن الزيدي il fait les résultats en ce laps de temps très court avec les problèmes qu'on avait athlétiques d'abord. On avait des problèmes athlétiques atroces, on avait beaucoup de problèmes athlétiques, de la zianine d'abord, au niveau tactique, au niveau technique, au niveau de la tête, beaucoup de choses. Donc Dieu merci, quand j'avais dit que le jour où هو في لعب دور ايجابي جدا ومني ليه الف تحيه والف قبول دونك بوتيتر جي ريبوندو افو كيسيون كنشكركم